جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها المستمع أحمد عبد الله الكلوب من الأردن، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا أخطأ مصل وراء الإمام فهل يجب عليه سجود السهو أم يسلم مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. إذا أخطأ مصل وراء الإمام فهل يجب عليه سجود السهو أم يسلم مع الإمام؟ إذا حصل للمأموم سهو وراء الإمام وقد دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه لا سهو عليه، ليس عليه سجود سهو، بل يتحمله الإمام عنه. أما إذا كان مسبوقا في أول الصلاة وجاء وأدرك مع الإمام بعض الصلاة وحصل منه سهو فإنه يسجد للسهو عندما يأتي بما فاته بعد الإمام، يسجد للسهو بعدما يأتي بما فاته وبعدما يأتي بالتشهد الأخير. نعم.